قالوا ما ناكل والو وما الناس بدرجل قبل ما تحيد لي اهمال طبي هذا اكون هشمو بيه مزيان رجلي مازال غادي نوقف عليها. وما راه انفو كيف داروا لي العمليه دخلوني الانعاش واحد 3 ايام. من الانعاش قالوا لي صار 3 ايام هذا 3 ايام باقي رجلي باقا ما شتاش حتى بلاصه 3 ايام. قالوا لي غنداوك عند الطبيب ديال العظام. داوني لواحد الجناح ديال 96 خاص بالكسي بالناس اللي دايرين كسيدات بالماطر. وانا الحاله ديالي بعيده على داكشي وخطر من داكشي كانش غادي تقدر دير لي حياتي. داوني تما المده ديال 5 ايام ما تيسوانيوش ليا رجلي ما تيقربوش ليها 5 ايام مالهم حكا ما حكا قال ليك دايرين اضراب برا والناس تموت لداخل. منين جاو حلوا ليا داكشي اللي كانوا ملوي لي على رجلي فوسموس بالادرا وداكشي رجلي لقاو خمجاش او طلعت الريحه حاشاك. جاش واحد فرمليا ستاجير اخشي فهمك قالت لي غنورك ليك على رجليك. لا اخشي ما غاديش نخليكش ورك لي على رجلي وانا يلا داير العمليه والعروقه باقيين ما شدوش في بلايصهم غادي توركي غادي تحلي ليا كلشي. قال لي عندي لك واحد المفاجأة. قال لي عطيني لاكارت. قال لي واش كاين الاب ديالك؟ قلت لي ما كاينش. قال لي عطيني لاكارت ناسيونال ديالك. عطيتها لي هو يقول لي راه غادي نعطيك واحد الشقة انت والعائلة ديالك فين تستقر فيها. الله يجازيه بخير فرحني بهذا الخبر. بغيت نقول لكم واحد الحاجة قالك الجامعة هي اللي تكلفات لي بالمصاريف ديالي. ما كاينش اخشيتش الاب ديالي هو اللي تكلف. بغيت نعطيكم انا خشي الوراق دابا كاع تصورهم تشوفوا كلشي. جامعة ما هضروش معايا حتى شي هضره كاع
الجامعه باش يقول لك حنا تكلفناش. تيقول لك جامعه كره القدم التي تكلفت بمصاريف العلاج اضافه الى بعد. صافي بعدا هادشي اللي هاد الهضره ما كايناش اخشي. تكلفوش بيا ما هضروا ما خسروا عليا حتى ابيل واش يقول لك تكلفنا لك بمصاريف العلاج. سمعت انا من الناس الاطباء كيقول لي دير الحمد لله الولد ديالك راه كتكلف به الجامعه الحمد لله راه الناس عاونوك الله يجازيهم بخير. انا تانا تفاجئت قلت الحمد لله فرحان ولكن فاش وصلت لاخر لحظه باش تخرج ولدي عيطوا لي قال لي تصور الخروج راه عندك ولدي غادي يخرج اليوم. قلت لهم واخا عطوني ورقه قال لي عطيني واحد مشيت تخلص في لاكيس. مشيت لاكيس سولت واحد السيد الله يجزيك بخير انا كنسمع باللي راه الجامعه مخلصه على ولدي انا قال لي كون كان شي حاجه غنتفلو غنقول لك حنا ولدي هنا الاجراءات اللي بغيت تخرج ولدي غتأدي الواجبات الوثائق ديالي انا باش خلص. هادي باش شريت له الماتيريال باش دار العمليه الرجل الثانيه حديد. بغيت نبلغ لهاد اخواننا المغاربه راه بحال الوداد بحال الرجاء بحال اي فرقه راه حنا كلنا خوت مغاربه راه تكون روح رياضيه. هاد الشيء العشوائي اللي كيديروه في التيرانات وهاد الشيء راه ما في صالحناش حنا. كنبلغ هاد الرساله للشباب ولا اي ريالي راه روح رياضيه حنا كنتعاملوا الكره راه ربحت انا اليوم ولا خسرت اليوم راه لا ربحت اليوم راه غنخسر غدا ولا ربح اليوم راه غنخسر غدا. وهادي روح رياضيه الكره كدور الكره ما كتوقفش على واحد الكره راه دايره. راه بنادم خاصو يبدل التفكير ديالو اختي. الشيء راه ما غادي يفيدنا في والو غادي بينا لاوي الناس راه تيزيدوا القدام وحنا غادي نترجعوا للور بهذا الشيء. دابا شنو ربحوا دابا هانتي هاي تقطعات لي انا رجلي وتراس في شنو طار وبعدا انا حمدت ربي وشكرت وراه كاين اللي كيجي ميت لدارو. شكون هذا الشيء كامل شكون اللي كيبقى في الصداع وفي المشاكل وكيبقى يتعلم الوالدين الله يسمح لينا منه.